يعني يعني انا انا متخيل، بس انا ما اعرفش اذا كان تخيلي صح ولا لا، انه بعد العمل الرائع اللي قدمتوه بخصوص داعش وبخصوص حضرتك والاستاذ احمد السعداني والاستاذه منى بتلوع شلبي، الروح، مسلسل بتلوع الروح. انا بتخيل انه يعني انت بتفكري تعملي حاجه على اللي بيحصل في غزه مثلا، انتوا بتقعدوا مع بعض كده ده انا بتفكروا في نفسي، الاحداث. انا نفسي ان انا اعمل حاجه فعلا توضح القضيه صح، لان يمكن الاجيال الجديده، انت عارف قضيه عمرها فوق السبعين سنه دلوقتي، فمش كل الناس يعني مش كل الشباب والاجيال عارفين ايه اصل الحكايه، وان اصلا الخريطه كان فيها فلسطين بس، ما كانش في حاجه تانية. يعني نرجع للخريطه سنه 48 اسمها دوله فلسطين، ما فيش حاجه تانية، ما فيش على الخريطه دوله اسمها اسرائيل، وان ده شيء مستحدث وجم من كل العالم. يعني نفسي احكي القصه واحكي مدى معاناه الشعب الفلسطيني على مدى السنين تمام للاجيال المتعاقبه، عشان يعرفوا يعني حجم المأساة بجد، لأنها مأساة كبيرة. لكن أنا عندي أمل إن ينصلح الحال، وإن في دول كتير تعرضت للاحتلال وخلصت من الاحتلال ده صحيح بعد سنين صحيح طويلة، صحيح فلا يضيع حق وراءه مطالب. يعني أنا معاهم قلبا وقالبا، وأتمنى يا رب ياخدوا حقهم كاملا في دولة حرة مستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس إن شاء الله. يعني أتمنى تكون دي الحرب الأخيرة اللي توصلنا لنتيجه حقيقيه. طبعا ما اتمنىش ان الحرب تستمر، لكن اتمنى ان بالتفاوض الفلسطينيين ياخدوا حقهم، لان انا ضد الحروب كلها، انا دايما داعيه سلام، يعني اتمنى تمام السلام لكل العالم. بس السلام المشروط اللي هو الواحد ياخد حقه الاول، بعدين يعيش مع نتمنى حواليه السلام نتمنى. ان شاء الله. ان شاء بشكرك الله. فنانتنا الجميله الاستاذه الهام شاهين. يعني يبدو ان الخطوه بتاعت الشركه المتحده واتفاقها مع احد الشركات الهنديه، شركه اسمها سوبر كلاستر برودكشن، ده لتوزيع الاعمال المصريه باللغه الهنديه في جميع انحاء العالم. وقع العقد زي ما موجود في الصوره قدام حضراتكم الاستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، والسيد شهاب الدين شودري ده المسؤول عن شركه سوبر كلاستر برودكشن او ممثل شركه سوبر كلاستر برودكشن الهنديه. خطوه مميزه زي ما قال الاستاذ اشرف زكي او الدكتور اشرف زكي.